الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الرياضيون، أيها الأخوة المشاهدون، أسعد الله مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمع بين فريقي الهلال من الرياض والاتفاق من الدمام ضمن مباريات بطولة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 1419. وهذه المباراة هي مقدمة من الأسبوع 18 للدوري، ويمثل وطاقم التحكيم في هذه المباراة أولا يمثل فريق الهلال حسن العتيبي في حراسة المرمى، وعبد الله الشريدة ومحمد النزهان وتركي الصويلح وعلي جليتانا في خط الدفاع، خميس العويران منصور الشهراني والعيادي الحمروني ونواف التمياط في خط الوسط، وبشار عبد الله وسامي الجابر في خط المقدمه، وصالح السلومي ومنصور الموينع وابراهيم الجوير وحسين المسعري ويوسف تنيان وعبد الله الجمعان وفهد الغشيان في خط الاحتياط، ويدرب الفريق المدرب الوطني القدير خليل الزياني. ويمثل فريق الاتفاق في حراسة المرمى تيسير انتيف، في خط الدفاع جمال الرويشد، أحمد خليل، عبد الفتاح شعيب وسعود السقيه، في خط الوسط سمير هلال، عبد العزيز المحيني وإبراهيم عسيري وبندر زايد، في خط المقدمة علي الفهيد وعبد العزيز الدوسري، وفي الاحتياط فيصل الدوسري وعبد الله صالح وفيصل العويض وماجيد سيسكو وناصر الدوسري، محمد النزهان اللي ينقلها ناحية العياد الحمروني، العياد الحمروني حاول يمر من بين اثنين بحلقوا عليه وفي خطأ لصالح العياد الحمروني، هجمة لصالح الاتفاق تنقطع وتروح لنواف ينقلها طويلة ناحية بشار، عبد الله يلمها بشار ومعاه جمال الرويشد حلق عليه جمال وعدي من جمال وبرضه كرة معاه ويدخل من بين الاثنين ويمر وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح فريق الهلال، ضربة جزاء لصالح فريق الهلال بعد مرور 3 دقائق من زمن شوط المباراة الأول. العياد الحمروني هو اللي راح ينفذ ضربة الجزاء لصالح فريق الهلال. عيادي عفوا ويصدها حارس المباراة حارس الاتفاق تيسير انتيف يصد ضربة الجزاء اللي صوبها العياد الحمروني، ينقلها خاطئة في النص، بندر زايد ينقل كرة تنقطع نواف يدخل عبد العزيز شعيب لكن عبد الفتاح شعيب لكن خطأ لصالح فريق الهلال. حسن العتيبي عيادي لبشار، بشار ناحية سامي حاول برضه الكرة مع سامي وشوف يدي لمين بيصلح نفسه وصوب ناحية المرمى بيساره وسهلة يمسكها، ترتد هجمة اتفاقية لكن يحصلها نواف يلعبها العيادي الحمروني، عيادي يلعبها ناحية بشار عبد الله، بشار يصوب من بعيد أرضية سهلة يمسكها بندر زايد وبيلعبها في الوسط لعبد العزيز المحيني ونواف يحصلها تحت الكرة اللعب علي الفهيد داخل على الفهيد كرة خطرة ناحية المرمى في المرمى جول للاتفاق، علي الفهيد يحط الهدف الأول للاتفاق بعد مرور 19 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول، كرة تباطأ فيها دفاع الهلال واعتقدوا انه علي الفهيد راح يلعبها عرضيه، وعلي الفهيد منصور الشهراني سامي يلمها سامي بيموه سامي كره معاه بيحاول يمر بيعدي سامي وماشي سامي بيتوغل واحد واثنين وبيلعب كره عرضيه لتركي الصويلح، تركي من بعيد الصوب تصطدم في شعيب وترجع لسامي يمررها لنواف لكن تنقطع و عبد الفتاح شعيب يحصلها ويبدا فيها هجمه للاتفاق لكن تقطعها تركي الصويلح يلعبها ناحيه نواف يلعبها خاطئه تنشال وتروح لتركي الصويلح يصوب تركي من بعيد وخارج الملعب. محاولات من مهاجمي فريق هذا العياد الحمروني يلعب لبشار عبد الله
بشار عرضية لنواف التميات، نواف يعدي من واحد يحاول يمر، في خطأ، في خطأ لصالح الهلال على جمال الرويشد. سامي وعياد، وعياد بيلعب عالية وبعيدة وتطلع خارج الملعب. سامي الجابر، سامي لخميس العويران، خميس ناحية بشار يلعبها بكعب وناحية تركي الصويلح، تركي الصويلح لبشار في اليمين، بشار يحاول معاه شعيب، بيحاول يعدي من شعيب، برضه الكرة معاه وبيحلق عليه شعيب وبيلعب عرضية لكن يطلعها شعيب، بيلعب عرضية ناحية تركي الصويلح، تركي الصويلح يبدأ بهجمة هلالية يلعبها ناحية سامي الجابر، يلمها لتركي داخل، تركي خطرة الكرة دي وبشار تلعب فوق العارضة، كرة عرضية جميلة جدا من تركي الصويلح. تركي بيلعب لنواف، نواف يعدي من واحد، كرة معه وماشي يتوغل في النص، بيلعبها لسامي لنواف، خذوها واسترجع لسامي مرة أخرى، يلعبها ناحية بشار عبد الله، بشار عبد الله يحاول يمر لكن تنشال من أمامه، حصلها سمير هلال ويستردها بشار ويعود يعدي في اليمين ويحاول يمر، حلق عليه سمير هلال ويطلعها إلى ضربة ركنية. تلعب الكرة، تركي الصويلح يمرر لسامي، سامي بيحاول يمر، عياد الحمروني ناحية بشار، طويلة على بشار مع انه بشار كان في موقف تسلل. نواف لمنصور، لسامي، سامي البشار، بشار ينقل ناحية نواف وتروح لعياد الحمروني، عياد الحمروني بينقل وتنقطع وتروح البشار يصلح لنفسه بشار، وضربة جزاء، ضربة جزاء مرة ثانية لصالح فريق الهلال، لمسك يد عبد العزيز المحيني، شال الكرة بايده داخل منطقة الجزاء وضربة جزاء لصالح فريق الهلال المرة دي، ضربة جزاء. سامي الجابر وتنصد لكن سامي، سامي يحط الهدف الأول بعد ما صد تيسير انتهى الكرة ورجعت لسامي الجابر بيسار، سامي الجابر يحطها في المرمى ويسجل هدف التعادل للهلال بعد مرور 35 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول. برافو تيسير النتيف، والله ما قصرت، صد الضربة الأولى لكن درزاي طلعها رمية جانبية، اللعب عيادي الحمروني، عيادي وغل في النص داخل، عيادي بيحاور برضو الكرة معاه بيمرر لبشار، بشار يلم الكرة وبيلعبها عرضية تنقطع تروح النواف وسامي ويلمها سامي يعدي من واحد يلعبها النواف لسامي، محاولة خطوات لكن يشيلها عبد الفتاح شعيب وجمال الرويشد بشكل خطورة في الجهة اليسرى، ونواف حصل كرة هجمة مرتدة يلعبها ناحية بشار وفي خطأ، في خطأ لشهراني، وشهراني ينقل ناحية عيادي الحمروني، حاول يمر عيادي كرة معاه بيحاور وفي خطأ، وانذار أيضا، عياد الحمرودي واقع على الأرض وإن شاء الله يقوم بالسلامة. المباراة الانذار الثاني وكفاية خلاص ما نبغى انذارات. سمير هلال بينقل كرات تصطدم في وتروح لسامي لعياد الحمروني، عياد هو الجول، هو الجول يعدي من الجول ويلعبها بالجول، عياد الحمروني يحط الهدف الثاني للهلال بعد تمريرة رائعة من سامي الجابر للعياد الحمروني، ومدافعي الاتفاق اعتقدوا انه العيادي كان في موقف تسلل، استغل العياد الحمروني تاخر مدافعي فريق الاتفاق وانفرد بالمرمى وحاور الحارس ولعبها بيساره. العياد الحمروني، العياد الحمروني بينقل كره ناحيه سامي ويشيلها جمال الرويشد وخارج الملعب، ضربة مرمى لصالح
فريق الاتفاق. شوف اعاده للكره عباسي ومشاوره مع حكم المباراه وكرت اصفر لجمال الرواشد. وفي هذه اللحظه يطلق حكم المباراه الحكم الدولي ناصر الحمدان صافرته معلنا نهايه شوط المباراه الاول بتقدم فريق الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ شوط المباراة الثاني وكرة ملعوبة للنزهان للعياد الحمروني. عيادي بيلعبها لمنصور الشهراني، منصور الشهراني للعيادي مرة أخرى، بينقل كرة طويلة ناحية سامي الجابر وتيسير ونواف وسامي. حلوة 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 حلوة. سامي شوف نواف يلعبها في العارضة، تصطدم في العارضة وترجع لسامي. شوف الحركة الجميلة اللي لعبها سامي، لكن تغطية من اللاعب البديل رقم 5 فيصل الدوسري. فيصل الدوسري ناحية العياد الحمروني، تروح لبشار عبد الله بالكعب للعياد الحمروني، داخل عياد الحمروني مر ناحية سامي الجابر. سامي وفي خطأ، في خطأ وإنذار على عبد الفتاح شعيب. ويحاول سيسكو يلم الكرة لكن تنقطع ويحصلها سامي، بينقلها ناحية العياد الحمروني. عياد الحمروني بيلعب ناحية بشار، بشار كرة معاه وماشي بشار بيعدي، تطول تطول على بشار وتروح سهلة في اللعب ناحية فيصل الدوسري. في اليسار فيصل الدوسري بينقل بيساره ناحيه علي الفيد، بالراس علي الفيد تلعب ناحيه المرمى. جميله جميله، لعبه جميله من عبد العزيز الدوسري. بشار من احمد خليل ترجع لتركي مره اخرى، براسه يلعبها ناحيه بشار، بشار يلم الكره بيحاور برضه الكره معاه وبينقل ناحيه العيادي الحمروني في اليسار. العيادي بينقل ناحيه بشار، بشار ناحيه المرمى. بشار عبد الله يحط الكرة في المرمى بعد أن تلقى تمريرة جميلة من العياد الحمروني، ويحطها من فوق حارس المرمى ويسجل الهدف الثالث بعد مرور 17 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني، لتصبح النتيجة الآن 3. شوف العياد الحمروني يلعب كرة بالمقاس، حضور جماهيري جيد جدا في هذه المباراة الكبرى بين فريق الاتفاق والهلال، نظرا لأن الفريقين تمتعوا بسمعة رياضية عالية جدا، أصحاب بطولات وتاريخ عريق. وهذا بشار حاول يمر برضو الكرة معاه، بيحاول يعدي من واحد والثاني مرة ومر في اليسار للنزهان. النزهان ينقل كرة سامي بالراس بيلعبها ناحية المرمى و تيسير انتيف يطلع ويمسكها، يمرر لسامي الجابر. سامي الجابر بيلعبها ناحية تركي الصويلح، تركي الصويلح لبشار لتركي بالكعب، وتركي بيلعبها عرضية خاطئة ويحصلها المحيني بينقلها ناحية العب. خطأ تلعب ساقطة وحسن العتيبي بقبضة ايده يبعدها تروح لسامي الجابر. نواف التمياط راح يطلع وينزل مكانه يوسف اثنيان وسامي الجابر. رقم 15 بشار عبد الله، بشار ينقل لسامي، سامي طويل على سامي يحصلها سامي، وداخل سامي بيحاول يسيطر على الكرة لكن تيسال لكن يستعيدها سامي، وعبد الفتاح شعيب يحلق عليه، بيحاول يمر من عبد الفتاح بيحاور وماشي سامي، وعبد الفتاح يشيلها تروح لعبد الله صالح، والنزهان يدخل ولزعت الكرة في حزة عبد الله صالح، وبتحاور الاثنين على الكرة وخارج الملعب. رمية جانبية لصالح الهلال تتلعب بسرعة ناحية بشار يلعب عرضية ويمسكها تيسير انتيف. تركي الصويلح، تركي يلعبها
يوسف ثنيان يمرر بينية ل تركي، لكن يوسف ثنيان كرة معه بنظم هجمة للهلال، بموه يوسف برضه الكرة معه وبيلعبها لتركي، تركي بيلعبها ناحية منصور، ومنصور يلعبها عرضية تروح لخميس، داخل خميس بيحاور وبينقلها في اقصى اليسار ناحية بشار، عبد الله يلمها بشار ويحاول يتوغل داخل منطقة الجزاء ويحاول يصوب، ولكن احمد خليل يدخل تصدم الكرة فيه تروح لحسين المسعري يلمها حسين وبيلعبها بشار برضه كرة معاه وبيلعب وتنشال ناحية سامي بالكعب لبشار لسامي ليوسف يوسف لبشار تطول على بشار استلمها بشار استلام سيء تعجل في استلام، وذا فيصل بيلعب كرة عرضية تنشال ناحية المرمى في المرمى جول 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 للاتفاق، كرة جميلة جدا اتلعبت من ابراهيم عسيري قوية قوية في المرمى، سجل منها ابراهيم عسيري هدف الاتفاق الثاني بعد مرور 46 دقيقة. النتيجة 3-2، 3 الهلال 2 الاتفاق، وهذا يوسف يتلقى كرة ويلعبها لسامي، سامي عدي وتنقطع من لكن كأنها ملعوبة بالقدم زي الضربة الركنية. سامي هذه هجمة الهلال عند بشار في اليسار، بشار يحاول يمر، وخمسة أهداف تسجلت في هذه المباراة دليل على إثارتها، وفي هذه اللحظة يطلق حكم المباراة الحكم الدولي ناصر الحمدان صافرته معلنا نهاية هذه المباراة بفوز فريق الهلال من الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتفاق.